جاتك شي معاونة والجوشي والو تقول وخا شطري والو ما كنت معك قلنا غادي تكون شي شطلة إلا كنخمو ليها بالله القسم كنخمو ليها فين غير غادي نكون بالله الله العظيم إلا لقيتون بالله اللي دايرين لقيتون غنخلفوه بالميكا اش غنديرو خد هادي الله باش خرجنا وصافي ما راه جهد الله ما حنا مالنا حتى جهد الناس مشردة بولادها بناتها بعيالاتها بكل شيء راه بنات دخلوكم الجنان تشوفوا الناس فين ساكنين نقدونا هذا الشيء اللي تنطلبوا منكم الله يرحم بكم الوالدين وقالوا داخل الشتاء راه مشكله دوك اش بينا نديروا دوك يلا بنت اجي جمع حالات يلا استاجي جمع حالات ها مرة الحاجه وليدات بين عيني الحمد لله السلام عليكم السلام ورحمه الله الصراحه بقيتوا فينا ومغرب كامل معكم لا الناس المغرب ولا خارج المغرب الله يرحم والديكم جينا نطمئنوا عليكم ونشوفوكم كيفاش صوم الله يجزيكم بخير الله يرحم والديكم الله يجزيكم بخير انتم كتشوفوا لا طاحلين اي شيء وراه انت كتشوفوا من بعد كانت عندك الدار وكنت عندك السكنه دابا كنشوف ما بقى عندك والو والو كل شيء زنق والله الا زنق بالله تما يعني انت واش عندك شي وليدات عندك جوج وليدات وجوج دابا هاد المنطقه هادي اللي حنايا فيها شنو هو الاسم ديالها إقلي دابا هاد المنطقه هادي نتينا فيها واش جاتك شي معاونه واش جاو شي والو تقول واخا شطري والو ما كنتش يعني ما جا عندك حتى واحد والو دابا بغيتك تعاود لي على ديك الليله الزنزل ملي ضرب الزنزل كيفاش عاود لي على ديك الليله هذيك كيفاش دوز الصوت هذيك الليله قاعدين وكان قاعدين هكا شويه تنسمعوا الدنيا كتهز هكا وتنسمعوا حنا ناسين نرجعوا هاد البويدني زاد وحنا وي تقلب داك الشيء وتخلعنا هزينا غير الدري حنا نشروهم وداك الشيء كامل يعني الحمد لله ما وقعتش شي حاجه يعني الصحه ديالكم لا صحابي خير اشكو ما لحقناش شي علينا صح علينا شي فيها الان حنا باقيين في الزنقه حنا درك والله الا لقيتهم بالله فاش كنبادو قسما بالله يعني غير فقيتو تما دابا على الله وعسى تبان شي حاجه الله حنا الا بان شي الله ولا حنا بنزي الله انت تشوف ثم حنا في الزنقه المهم حنا لقيتهم بعدا يديرين لقيتهم هو اللي كاين حنا فيه ساكنين درك دابا الشتا غادي طيح ما عندنا لقيتهم ما عندنا غير نديرو لهم كان لقيتهم هادشي اللي قالوا لنا قالنا غادي تكون شي شتا الله الا كنخمو ليها بالله القسم كنخمو ليها فين غير غادي نكون بالله الله العظيم الا لقيتون بالله اللي دايرين لقيتون غنخلفوه بالميكا اش غنديرو الناس مشرده بولادها بناتها بعيالاتها بكل شيء راه بنات دخلوكم الجنان تشوفوا الناس فين ساكنين راه بين الزيت والمصارف عليهم العقارب عليهم الحناش عليهم الحشرات عليهم كل شيء وين جانا حكم الله تعالى هذا ما عندنا ما نديرو تينا عشتي معاهم هذا الجو ديال الزلزل نعم تينا قلت هنا ديك النهار اللي وقع الزلزل حنا كنا هذيك انا المصيبه اللي وقعت ذاك الاحساس اللي حسيتي به بالليل شنو هو كان نعم المصيبه قلت حنا راه كنا كاع جالسين واحد الساعه خطينا شي بحال الرعاه راه تيمشيو الحيوط ويجوا تجي الدار حتى لتحت وتنظم بحال عند الرسول راه مشكله ونسينا شنو هو الاحساس ديالك هذيك الليله؟ والله الخلع حنا طبع العقل ما نكذب عليك ما دير انا تصدى لا ولاد لا والده لا والي ما تتصنت لي مازال العقل ترفع مشى ودابا هاد المنطقه هادي دابا شنو متطلبات هاد الناس من المنطقه؟ حنا بينا المسامعه يعاونوا هاد الناس مساكين راه كاين مسكين اللي راه ما عنده الدار كاين مشى فيه الدار صافي راه بقى انا فاضل كيتون وقالوا داخل الشتاء راه مشكله دوك اش بينا نديروا دوهم راه ما عندنا كياط ما عندنا والو باش يضربوا هاد الناس في الشتاء راه ما كاين كياط ما كاين والو راه الناس مشرزين احنا راه دقه راه غير كرينا دابا تاع العواول الصغارين واش كيقراو ولا صافي واخا لا ما تيقراو لا حتى المدرسه راه مشقوقه راه اليوم جات السلطه شافتها وحبست الدراري من الدراسه يعني صاب مدرسه دابا ما كاينه ما كاينش مدرسه ما كاين والو الناس جالسين راه هما جالسين مساكين وعلى حساب كاين شي جمعيه تجاو هنايا عندكم ولا ما جات حتى جمعيه ما جات
حنا حتى شي ايام حنا بغينا غير السلطه بعدا تنقصنا حنايا لا ضحيو بعدا يحيدو نقصوا على الدراري تيدوزو الدراري الصغار للزنقه راه يضربو هذا بدار يا اخر الدار راه هنايا الدور خارج لا دار هذه انت راه ما جابيتش الدرجه لهاد المره وهاد الزنزل هذا واش سبق له ضرب هاد المنطقه ولا اول مره هضرتي انا بهاد الضرب؟ اول مره شفت انا الزنزل هنا سبحان الله العظيم التحقيق ديالو. ودابا شنو كطالب دابا يعني السكنه ديالك ولا شنو كطالب سيدي؟ طالب السكنه تاع تين بقى فيها. دابا جينا عند هاد الام هذه المسكينه قالت لي انا بوحدي عايشه هنايا غير هي والولد ديالها ياك. واحد الولد واحد الولد اللي عندي وهز كلشي العائله انا واخته عنده اخته مازال وهز عائله والله يعاونو ويعاونكم. انا ما كرهتكش تعاود لي على الليله ديالكم يكون سو جالسين في الدار. كاينين هنا كمشنا في هاد البويات حتى جانا هذاك المعزيزه طاعت الله ماشي ما عطاها لينا شي واحد الله اللي عطاها لينا وتيضرب بينا حتى قلنا حنا بغينا نفلو علينا الحيوط تيقنا تنشهدو. انتما في الاول ما عرفتوا واش ما عرفناش واقع في الاول قاعدين حتى جات ديك المعزيزه وبقينا قاعدين تيضرب بينا حتى حبس ودابا تبارك الله وخرجنا معاه برا هادشي هذا كامل بقى كيطير كيطير وحنا قاعدين حنا كنتسناو كنتسناو نموتو هادشي اللي كنتسناو ما زعما قلنا بينا نخرجوا حيين قلنا ما بينا نخرجوا حيين اسكو كلشي الحيوط سالاو وما كتاكلوا دابا شنو كتعملوا دابا؟ كنسكنوا عند هذيك المراه اللي شات دارت لينا هذاك سميتوه كاك هذيك الرقه وعايشين تما انا ولا 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 ولدي ولا ولادو ولا بنتي قلت لي انا ما كرهتش نرجع للسكنه ديالي ما كرهت ندير غير شي كوك واخا غير بويات ونسكن فيه انا ولدي ولادو ونحيدهم مع التشريد باش كاينين احنا دروك البرد هذا والشتا هادي فين بغينا ندوزو ما كاين فين حيت هادوك الناس حتى هما طايحه عليهم الدار وكاينين غير في هذيك التيره هكا قاعدين فيها والله يجازيكم بخير الله يرحم والدين والله يرحم الوالدين نتمنى والله يرحم لكم الوالدين الا الله يستر عليكم الا بقيتو كنتو تنقدونا هذا الشيء اللي تنطلبه منكم الله يرحم لكم الوالدين الله يسعدنا يلا بنيت على جوج محلات يلا زدت على جوج محلات ها هما راه كلشي ناوي يتزوج وكلشي ناوي تعمل اسره اي اخويا انت كتشوف يلا زدنا جوج محلات كاع مازال ما كاين حتى 3 شهور سبحان الله العظيم وكنت كفاو معاهم واش نتمنوا من الله يعوضك من شي حاجه ما حصل ان شاء الله احنا شي شي كنطلبوا من الله انت كتشوف اخويا هذاك راه الساس خوال هذا راه غلط الحال صافي بركة بركة هذا شي برا راه خو معاه هذاك راه راه يبان لي هذاك الشيء يقول لك انا مسكين مونسار هذا عيال تبارك الله دابا انا اللي بان لي هنا الناس كاملين مضرورين هنا اللي بقات فيا هي الدار هذه مسكينه اللي مولاها باينه كافه اه وعبد الرحيم عبد الرحيم الصراحه طلعت من السكنه ديالك بقات فيا حيت عرفت ماشي اجي وعمل السكنه هذه هنايا الانسان يكون كافح ليل ونهار خدمتي وكافحتي باش توصل ودا ملي كتطلع على باش كتحس ملي كتشوف السكنه ديالك رجع زايد ايوا راه داكشي راه كنشوفوه مشى ما كاين ما تير داكشي نتاع الله الحمد لله على الامر نتاع الله وتنطلبوا من الحكومه باش يشوفوا هذا الشيء ويتعاونوا مع الناس الله يرحم الوالدين شكرا تبارك الله عليك نتمنى ان شاء الله من يكون على الخير الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله يزيد
اختي على السلامة ديالك. الله يسلمك اخويا. بغيت نعرفكم فين كتباتوا من بعد الزنزل، كيف رجعتوا كتعيشوا؟ احنا في الزنقة اخويا كي تتشوف. ما كاين فين نباتوا، الدار خفنا، ما كاين اللي نترجع اصلا. الدنيا كلشي مشقة خفنا. بغيت نسقسيك واش جاو عندكم شي مسؤولين؟ تا واحد اخويا ما جا عندنا. تا واحد عمر الخبزة ما وصلتناش. حيت انا الصراحه في الاول ملي شفت المنطقه قلت واقيلا هاد المنطقه ما وقع لها والو. داكشي كلشي تيقولوا تيجوا تتجي سميتو ولكن ما تتوصلناش، تيقولوا هنا ما مضروش. انتم راه كتشوفوا كلشي شتوا على عينكم. لا اله الا الله، الدراري تيباتوا يغوتوا بالبرد، راه ما كاينش فين سميتو. بغيت نعرف هذيك الليله الزنزل كيفاش تعاملتي معاها؟ وقف الله سبحانه وتعالى وصافي. بقدره ديال الله باش خرجنا وصافي، ما راه جهد جهد الله، ما حنا مالنا حتى جهد. ناري غترد راسك واش تخرج دراري، واش تخرج راسك، واش تضرب مع راه سميتو اللي طيطيح عليك، واش الحمد لله وشكرنا وصافي. الحمد لله خرجتو بالحمد لله بالصحة ديالك. الحمد لله بالصحة ديالنا، احسن من شي وكرف من شي، الحمد لله. تهلكنا خويا تهلكنا. داكشي عطى الله. ساعتين فاش مضرورين. وباقي ما جات عندكم حتى شي جمعية. والله يا خويا خبزة ما عمرها وصلتنا. دابا تنبغي نعجنو الصباح، كل حدا تجيب شوية ونعجنوها. يعني انتوما مع بعض. داكشي تنديرو حتى حاجة عمرها وصلتنا. هاكشي اللي كاين. خوتي ديالي هانتوما شفتوا هاد المنطقة هادي اللي تبارك الله، منطقة اللي كبيرة ولكن حتى واحد ما جا عندهم، وكنشكر بزاف حاليا جات عندكم جمعية باقي الخير. كنتمنى إن شاء الله الزيارة هادي اللي جات عندكم تعاود ترجعوا هنايا إن شاء الله يا ربي. الله يحسن الله يجازيكم. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. الله يجازيكم بخير. الله يرحم والديك. شفتوا الحالة كي عايدة. مرة الغلب والله ولا إله إلا الله. كنتي ليلة الزنزل كنتي يعني فين كنتي؟ في بيتي. بيتي فاش سمعنا داك الشيء وخرجنا طايشين تنبرح لهذا هذا نيت واحد منه تنبرح عليه ونبرقل له. يعني كطمئن على ولادك فين؟ على ولاداتي. على الطيال. كله قاعد في بيتي. على تنبرح وابرا ولا حسن وجمال وداك وهذا والغلب الله. خرجنا هنا لهاد الروا فين شتونا؟ تما فين دايره الغيطون وقاعدين. شتو ما حالك يعيدو دخلتو حتى شتوه ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطمئنتي زعما ملي جبرتي ولادك مزيانين من الصحه ديالك؟ الحمد لله بارك عليا الخير الكبير هذاك، غير حشت وليداتي بين عينيا الحمد لله. ما بين ناكل ما بين نشرب. ودابا شنو كطلب المسؤولين اللي عايشين؟ كنطلب الله تبارك وتعالى يعاونوا هاد المساكين. هاد المساكين مضرورين. والسكنه ضاعتنا راه انتم واش تاكي ضاعت. دابا ما تقدرش تدخلوا السكنه ديالكم. مالو ما دخلتش. حيت انا دخلت ما قدرتش نبقى تما، راه كيجيك الخوف. ها ياك شتو كيعاين. ورا في هاد الروا فين تنعسو كاملين. والسمرة عنينا والبرد عنينا ورجعنا في الله. ودا تشوفوا حالنا كي عايش. نتمنى ونتمنى ان شاء الله ما يكون على الخير. لا لا حشمنا، الله يجازيكم بخير. صراحة هاد المنطقة منكوبة بلا زلزال. صراحة الله واحد. يعني أبسط شروط الحياة كريمة المواطنة ما كايناش. ما بالك من يوقع الزلزال، يعني الحالة صراحة الله كتقطع القلب. دابا كنشوفك تدخل، هما مساكن ملي شافوك دخلوكم بزاف ديال الديور، شنو اكتشفتي في ديك الديور؟ شنو وقع من بعد الزلزال؟ وقع الدمار شامل صراحة. الديور ما بقى يعني ما تقدرش تعيش فيهم، يعني أغلب الساكنة راه يعني مفرشة في الأرض وعاملة الخيام وكتسنى الشتاء يعني حتى المسؤولين لحد الآن باقي ما وصلوش لعندهم. حنا قيل اول جمعيه اللي وصلت فعلا اول جمعيه اللي جات دخلت الدار. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.